بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم من أكاديمية حسونة، معاكم أخوكم أحمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 103 من كورس Visual Basic .NET Forms Part. دلوقتي بفضل الله عاوزين نتعامل مع الصور ولكن من الكود. تعال نشوف مع بعض، نحاول نفكر في كذا فكرة. نعمل الأول كنترول مع شيفت مع إن علشان نيو بروجكت. اللغة Visual Basic، البروجكت Windows Forms Application، اسمه هنسميه تيست بيك بوكس 2 او ويز كود. مع الكود وادي ايه انتر. الفورم بتاعي تظهر في المنتصف والفونت السايز بتاعه يكون مثلا على 18. الفورم قدام اهي، عاوز اعمل ايه؟ عاوز انزل هنا بيكتشر بوكس. البيكتشر بوكس دي هكبرها كده بالشكل ده وهظبطها على stretch image. اوكي، هظبطها على stretch image وهنزل زرار هنا اجرب بيه. اوكي، هنزل زرار هنا ايه اجرب بيه واحط فيه الكود بتاع كله ده. هسميه get image، ده اللي هيظهر عليه. تعالى في النيم بتاعه نسميه btn get image، بس مفيش اي مشكلة. ده الزرار يا جماعة، ده الزرار. عايزين نتعلمها بفضل الله واحدة واحدة. خلاص، اول حاجة عايز اتعلم ازاي اجيب من السورس بتاعي، السورس اللي في البروجكت. طب انا هسألك سؤال، هو في البروجكت دول سورسات؟ لا، ده انا لسه عامله. في سورسات من ايه؟ يعني انا لو جيت عملت من هنا choose image مش هلاقي اي سورسز خالص هنا. فتعال نعمل امبورت ونعمل سورس لايمج 1 وايمج 2 وايمج 3 وايمج 4 وايمج 5. تعال نعمل اوبن الحاجات دي كلها كده، ندوس على اوكي في اي حاجه، واخد بالك؟ ومش مشكله. بعد كده في عندك خاصيه الايمج بتاعتها اهي، علم عليها كلها كده واعمل ديليت عادي يعني. بس كده السورسز معاك اهي، بص السورسز معاك، السورسز اهي موجود، ايمج 1 ايمج 2، وبتقف عليها كمان بيظهرها لك فيجوال ستوديو مدلعك على الاخر اهو. وكليك يمين هنا على البروجكت بروبرتيز، هتلاقي هنا ريسورسز، هتلاقيها موجوده لو عايز تضيف الكلام ده كله. سيبك من كل ده كده، انت بقى معاك صور ريسورسز معاك في البروجكت بتاعك. خلاص، تعالى بقى نشغل البروجكت كده، هيطلع لك مفيش اي حاجه فيه، الصوره مفيهاش حاجه. عايزين بقى نعرض الصوره من الريسورسز بالكود. دبل كليك على الزرار، هعمل ايه؟ هي الصوره اللي عندي اسمها ايه؟ اسمها بيكتشر بوكس 1. بيكتشر بوكس 1، هقول لها يا بيكتشر بوكس 1 تعالى نسميها اسم تاني. اقف هنا عليها كده، سميها اسم سهل، بيك مثلا، بيك وخلاص على كده. اسمها ايه؟ بيك، سميناها بيك اختصار لبيكتشر. ماشي، ندهت عليك يا بيك دوت خاصيه الايمج اللي فيكي انا عايز اعدلها. هجيب منين؟ هجيب من الريسورسز اللي عندي. ازاي؟ من الماي دوت ريسورسز دوت، هتلاقيهم معاك يا باشا، جايبهم لك. مش بقول لك فيجوال ستوديو مدلعك اهو، جايب لك الاي ام جي 1 والاي ام جي 2 والاي ام جي 3 والاي ام جي 4 والاي ام جي 5. لو انا اخترت 1 ورحت جاي مشغل اف 5 كده عشان اجرب الكود، دوس جيت ايمج، الصوره اتعرضت يا باشا اهي قدامك بسهوله بالكود. خد بالك انا كده عارضها بالكود، انا كده عارضها بايه؟ بالكود. خد بالك انا ممكن اتحكم في اللي انا عايزه بفضل الله. يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا مثلا، ممكن هقول لك على حاجه، نزل نيوميريك اب داون هنا. فكره جت في بالي قلت اعملها لك. نزل هنا نيوميريك اب داون، ايه رايك بقى؟ اهو ادي نيوميريك اب داون اهو. النيوميريك اب داون دون الفاليو بتاعته بواحد، المينيمم بتاعته بواحد، الماكسيمم بتاعته انا عندي كم صوره؟ خمسه، 1 2 3 4 5، عندي خمس صور. يبقى يا باشا الماكسيمم بتاعته بعد اذنك تتظبط على خمسه، ان انا عندي خمس مين؟ خمس صور، بس من واحد لايه؟ لخمسه.
خلاص. ايه رايك يا خالد تعرض الصوره اللي انت عايزها؟ تمام، تعالى بس خليه في التكست اونلاين في المنتصف كده احسن. طيب تعالى بقى الزرار ده، بص هقول لك ايه بفضل الله، هقول لك اف، هقول لك ايه، هقول لك اف لو لقيت النيوميريك اب داون 1 داون توتال فاليو بتاعته مظبوطه على واحد اعرض الصوره دي. ايه رايك؟ رايك؟ وهقول لك انصف ان النيوميريك اب داون 1 توتال فاليو بتاعته مظبوطه على 2 اعرض الصوره دي اللي هي 2. ايه رايك؟ ولو لقيتها 3 4 اخر حاجه قلت 2 2 لو لقيتها ب 3 اعرض 3، لو لقيتها ب 4 اعرض 4 قلت اعرض مين؟ 5 دي اخر حاجه عندي. سيف شغل كده. بص عرض ايه؟ 1 زود 2 عرض 2 3 عرض 3 4 عرض 4 5 عرض 5 خلاص، ولا هيزيد ولا ايه هيقل عن الواحد. اعرض الصوره اللي انت عايز، ايه رايك؟ واخد بالك جايه ازاي؟ يعني هنا بفضل الله شغل جميل جدا، فاهم الفكره؟ ده انا كمان ممكن اخد الكود ده كده كات، واخد بالك معايا، واعمله في صب هنا، صب جزء من الكود، صب هسميه مثلا جيت اي ام جي، والصب ده احط فيه الكود ده، وهنده على الجيت اي ام جي ده، هنده عليه في الزرار. هتقول لي طب هتعمل ايه يعني؟ هقول لك دلوقتي. اروح جاي هنا عند النيوميريك اب داون، دبل كليك عليها، واحط نفس الكود هنا، فلما هاجي اشغل بمجرد انا ما هغير دي الصوره لوحدها هتتعرض اهو اهو. ايه رايك؟ يعني انت بفضل الله ممكن تظبط امورك مع الكود بطريقه جميله جدا. تمام؟ حلو قوي. طب تمام، بفضل الله دي كده ايه؟ كده اول طريقه. تمام كده يا جماعه، دي كده ايه؟ اول طريقه. عايزين نعمل طريقه ثانيه. ايه هي بقى الطريقه الثانيه؟ اننا نجيبها من ملف خارجي. عايز بس اقول لك على حاجه، معلش قبل ما اعمل الطريقه الثانيه، عايز اقول لك على حاجه، ان هنا لو جيت شغلت البروجكت، بص كليك يمين على البروجكت وهات ملف الاكس اي، خده كوبي وحطه مثلا على الديسكتوب هنا بيست، ده ملف الاكس اي اهو، ملف الاكس اي، واخد بالك؟ لو انت شغلته لوحده هيشتغل بالصور بكل حاجه. بص مساحته كام؟ مساحته 8 ميجا وشويه. ليه؟ عشان انت ماليه صور، ماليه ريسورسز. حتى لو انا حاططه لك في فولدر، عايزك بس تصحصح معايا، لو انا حطيته في فولدر اهو، بص بعيد خالص اهو، بص جوه فولدر، لو شغلته هيعرض معاك الصور عادي جدا اهو، ملف الاكس اي بس. ليه؟ انت ما احتجتش انك انت تخلي الصور مدرجه جنب الملف، لانك عاملها جوه الايه؟ جوه الريسورسز، وبتجيبها من الريسورسز. ولكن خد بالك بقى الطريقه الجايه دي، لا ده انا هجيبها من ملف، فهنده عليها اللي هي بيك اللي عندي دي، اللي هي ايه بيك؟ اقول لها يا بيك دوت الايمج بتاعتك بتساوي ايه؟ بتساوي من الايمج حاجه اسمها فروم فايل. فروم مين؟ فروم فايل. الملف ده اسمه ايه؟ اسمه مثلا اقول لك على حاجه، عندي هنا ملف اسمه فايل 1.jpg وفايل 2.jpg ودي بي داتابيز، يعني دي بي دوت بي ان جي. خدهم الثلاثه كده كوبي وحطهم جوه الملف بتاعك، نفس المكان بتاع الملف بتاعك يعني، اقصد ادي بين وادي ديباج، وارميهم هنا مع الملف بتاعك. حلو قوي. خلاص انده هنا على الفايل 1.jpg، شغل كده، بص على الزرار اهو، خدت بالك؟ عرض الملف. بس خد بالك ان هو كده البرنامج ده مستحوذ على الملف، البرنامج بتاعك يعني مستحوذ على الملف، ما تعرفش تستخدمه ولا تحذفه ولا اي حاجه غير لما تقفل البرنامج تماما. دي كده طريقه ماشي. في طريقه تانية انك انت تقول له ايه؟ تقول له انا عايز اعمل، عايز اعمل ديم متغير اسمه مثلا، اسمه بي ام بي، وده از نيو
من البيت ماب. ودي البيت ماب هنا الملف اللي اسمه فايل 2.jpg، وبعد كده اعرض من البيت ماب على طول اهو. انده على البيك بتاعتك دوت الايمج اللي فيها، خليها بتساوي البي ام بي اللي انت عملتها. شغل كده، دي طريقه تانية، جيب من ملف اهو، بيت ملف تاني خالص، واخد بالك من الفكره؟ فهنا انت بفضل الله بتطور. طيب كده الطريقه دي لازم يكون الملف بتاع الصوره حاضر معاك في نفس المكان، ولكن بالطريقتين دول انت مش هتعرف تستخدم الملف اي استخدامات تاني لما البرنامج بتاعك يكون مفتوح. طب لو انت عايز تاخد الصوره او تاخد الملف تقراه وخلاص، ما يهمكش بقى تحذفه وما تحذفوش، مش فارق معاك، تعمل ايه؟ تعال نعمل مع بعض حاجه اسمها فايل ستريم. فايل ستريم بتيجي منين؟ بتيجي من اهي، بتيجي من system.io. هعمل ايه؟ فايل ستريم. الفايل ستريم ده هسميه اف اس. بس الفايل ستريم ده انا عايز افتح ملف واحطه جواه، ماشي؟ ولكن تعالى هنا بس ايه، نعمل ديم الايه، الاف اس از تمام فايل ستريم، وده بيساوي ايه بقى؟ بيساوي ان الفايل اللي عندي دوت اوبن، من فايل دوت ايه، دوت اوبن. هتفتح ايه يا ريس؟ هفتح ملف اسمه دي بي دوت بي ان جي. عايز تعمل فيه ايه؟ عايز اعمل من الفايل كود، عايز اعمل اوبن، انا عايز افتحه بس، مش ولا اكتر ولا اقل، عايز ايه؟ افتحه كده. فايل ستريم عملته، سميته اف اس، وعايز افتحه. خلاص كده؟ طيب خلاص مفيش مشكله، فتحناه لك. عايز ايه بعد كده؟ عايز اعمل ديم اسمه بي ام بي از نيو بيت ماب. البيت ماب مش يقرا من الملف، لا، يقرا من الفايل ستريم، علشان الفايل ستريم ده يكون ليا التحكم عليه، على الفايل ستريم. كده قرت منه خلاص. بعد لما البيت ماب قرت منه، قرت من الفايل ستريم، اجي انا على الفايل ستريم اللي هو اف اس، اقول له اتقفل لو سمحت، دوت كلوز، اقفل. خلاص انت كده بقى معاك البي ام بي والصوره مقفوله، او الملف اتقفل بعد ما فتحناه خدنا الصوره في البي ام بي وقفلناه. ندي بقى الصوره البيك، نديها من الايمج، نديها ايه، البي ام بي الجديده دي بالشكل ده كده. تعال نجرب كده الطريقه دي، عرض الملف، وفي نفس الوقت الملف ده انت ليك حريه لانك قفلته. انا ليه بقول لك على موضوع الفايل ستريم والقفل ده؟ عشان في بعض الاوقات بتكون انت محتاج انك تلقط صوره معينه، وبعد كده تعمل عليها نفس الصوره عمليه تانية بنفس البرنامج، فهيعمل معاك كونفليكت في الوقت ده. لكن لما تقفلها بالطريقه دي مش هيعمل كونفليكت، وهيشتغل زي الفل بفضل الله. يبقى احنا كده بفضل الله فهمنا البيكتشر بوكس كويس، وتعاملنا معاها بالديزاين وبالكود بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله، عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.